واصبر على ما أصاب، لأن دائما العمل الاجتماعي أو العمل الجماعي أو العمل مع الناس عامة، سواء في المجال الدعوي أو في المجال الإداري أو في أي مجال من المجالات، طالما أن هناك احتكاك بالناس فلا بد أن يقع أي أمر من الأمور التي لا بد وأن يصبر عليها الإنسان طالما أنه عرض نفسه للعمل مع عامة الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على إيه؟ على أذاهم. ممكن واحد يقول لك: أنا يا عم أنا أخذ سيارتي وأروح أصلي في المسجد وأنتهى، لا علاقة لي لا بهذا ولا بذلك. إنما حينما تحتك بالناس وتخالط الناس وتسمع من هذا وتتحدث مع هذا، فإذا أصابك أذى من أي واحد فيهم فأنت أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على إيه؟ على أذى. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق إيه؟ بخلق حسن. ولذلك دائما نجد بعد الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك جراء هذا الإيه؟ جراء هذا الأمر. إذا يوجهه إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية، ويوجهه إلى تحمل هموم مجتمعه وعدم السلبية تجاه ما يحدث في المجتمع. كما قلت، لابد للمسلم من دور في الإصلاح. ثم بيّن له الوسيلة التي تعينه على أداء هذه الوصية، وهي تتمثل في الصبر. الصبر، الصبر ده مهم في كل مناحي الحياة، في كل علاقاتك، سواء مع أولادك، مع زوجتك، مع الناس المحيطين بك، مع أصحاب العمل، مع غير المسلمين. الصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور.